وبعد الواقعيه وبعد الفوز المستحق للنادي الاهلي. تعالوا نشوفوا قالوا ايه بعد مباراه السوبر، خاصه فيديو الروح الرياضيه ولقطه شيكابالا. ده اللي هيودينا كمان ليه محمود متولي لما تعور شيكابالا راح يرقص ويعدي ويجيب جون. لعيبه النادي الاهلي اعترضت على مدار مواسم طويله جدا. النادي الاهلي ما بيخرجش الكوره في وقت اصابه اي لاعب الا لما يكون المباراه في بدايتها او الاهلي كسبان 4-0، لكن عندما يكون النادي الاهلي خسران او 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 متعادل والوقت بيعدي ما بيطلعش الكوره. وزي ما انتم فاكرين ايام حسام حسن اما نادي الزمالك كان ادهم عاشور متعور وجوزيه قال لهم العبوا العبوا ونزلوا ولعبوا وتم احراز هدف التعادل في هذا اللقاء بعدم وجود روح رياضيه في ظل وجود احمد فتحي اللي كان راح يعترض على شيكابالا وزعلان قوي. هم نفس اللعيبه. يعني يا كابتن خالد حضرتك ما عندكش مشكله في ان في خطا او سوء اخلاق بيحصل في الملعب، انت مشكلتك طالما انت عملته فما تجيش تلومني ان انا عملته وانت اللي ابتديت. وقمت راجع للقطه 2011 واتكلمت عن فكره مانو جوزيه والكره كانت خارج الملعب ومختلفه تماما عن لاعب اتصاب قدامك. ده كان هنا الحكم لو كان شايف ان في ما يحتاج ان انا اوقف اللعب كان الحكم وقف اللعب، لكن الكره قد طلعت بره والحكم هو اللي اشار باستكمال اللعب. حتى لو كان كابتن مانو جوزيه اشار باستكمال اللعب، في حكم للمباراه كان يقدر يتحكم في الكره دي لان الكره كانت خارج الملعب. فما تشبهش دي ابدا بمحمود متولي اللي كانت الكره في استحواذه بالفعل ووقع لاصابته فخدها شيكابالا وكمل عليها. ولو فكره اللي بدا الاول هو اللي عليه الحق، فتعالى نفكرك بلقطه بين محمد عبد الشافي وبركات في مباراه خلت الزمالك يتعادل معانا 3-3. ادي اللقطه، ادي محمد عبد الشافي الكره بمنتهى القوه وشايف اللاعب وهو بيقع وبركات واقع داخل الملعب، الكره كملت عادي. ايه ده ايه ده؟ هدف للزمالك. يا كابتن خالد تصدق احنا اللي بنبدا فعلا؟ واضحة تاني؟ في أوضح من كده؟ اللاعب شايفها بوضوح. ده هو ما كانش محمد عبد الشافي تقريبا، كان محمد إبراهيم. ده الكرة جت في وش الكرة جت في وش محمد بركات قدامه ادي أحمد غانم سلطان خارج مفيش أي المنع. مجال إن اللاعب بيحاول بالظبط إبراهيم صلاح يعني. اللاعب إبراهيم صلاح وأدي الكرة. أعتقد مفيش أوضح من كده. دي كمان ملهاش علاقة بفكرة بقى الأوت بتاع دومينيكا فارس، وضعية مختلفة خالص. تماما. وكابتن خالد بالمناسبه كابتن خالد احنا ما عقبناش على غرامات لجنه الانضباط لاننا شايفين انها مستحقه، لان احنا هنا قلنا ولسه فارس قال الكلام ده، قال من يخطئ يعاقب واحنا بنقبل من يخطئ. ما حاولناش نبرر لحد على فكره نبرر. يعني هي ايه الفكره ان انتوا مش هتردوا او مش هتتكلموا؟ برضو استاذ عبد الشافي صادق ذكر البرنامج وقال فكره ان احنا هاجمنا. على فكره احنا مش هنغير موقفنا، احنا قلنا السلوك الغلط عليه عقاب لاي لاعب في الفريقين. احنا ما دافعناش عن حد في الموضوع عشان تلومنا فيه. وبعدين كابتن خالد عنده بقى حته تانية، هو بيحب دايما يكون مثير للجدل. لو فقال لو، وهو من اكتر الناس اللي بتحب لو. بس انا عايز اقول حاجه، لو من عمل الشيطان. كابتن خالد قال لو كان في وقت كمان في المباراه كان الزمالك هيتعادل. احنا حللنا المباراه بتاعه السوبر اكتر من ربع ساعه. هل يا احمد تناولنا باي شكل فكره لو ما كانتش الاصابات حصلت كنا كسبنا هيفي سكور او ممكن كنا؟ لا، لان في النهايه انت بتحلل. اتفضل. لان احنا لو قلنا لو بالفعل وما كانش في اصابات، انا عايز افكر بس المباراه دي انا كنت رايح بطموحات 20 سبتمبر وتاريخ 20 سبتمبر بالفعل لو كان في سياق المباراه واحنا متقدمين 3-0 ومفيش اصابات ولو مشينا بفكره لو، كنا هنعيد تاني خماسيات الزمالك في شهر سبتمبر. 20 سبتمبر الزمالك 1987 5-1 من اشانتي كوتوكو، 20 سبتمبر 2005 5-0 من حرس الحدود، 24 سبتمبر 2016 5-2 من وداد، 27 سبتمبر 2015 من نجم الساحلي 5-1. احنا كنا بنلعب في 20 سبتمبر. ولو هنقول لو، فلولا الاصابات